يستمر فعاليات البازار اللي انعقد في كليتنا، كلية الصيدلة الجامعة المستنصرية اليوم الثاني، وهي زيارتنا الثانية لهم في هذا اليوم. حبينا انه الطلاب يخرجون من الجو الضغط النفسي مال الدراسة، فنبارك لهم هذا الإنجاز وهاي الأعمال، وإن شاء الله تستمر نشاطاتهم اللاصفية والرياضية والفنية لتكون خير حافز لهم لإعطاء المزيد من العطاء العلمي والتفوق. شكرا جزيلا للطلاب اللي نظموا هذه الفعالية اليوم. الفعالية جاءت لدعم المنتج الوطني وجاءت لدعم التراث الوطني. الشغل هذا اللي كله تشوفونه قام بها الطلاب، الفكرة والإعداد والإنتاج، والحمد لله والشكر الدعم إجانا من العمادة. هذا جاء من ضمن مشروع للطلاب المشاركة بمسابقة الELO اللي راح نعلن عنها إن شاء الله قريباً. هذا الطلاب حيشاركون بهذه المسابقة في شهر 12، هي Leadership and English Language Skills Test. انتظرونا إن شاء الله في شهر 12، وإحنا أول فريق من العراق راح يشارك بهذه المسابقة. وش تقولون طلاب؟ From the ashes, we rise again! صباح الخير. صباح النور. شلون اللي تشوفين اليوم الثاني على التوالي للبازار؟ ان شاء الله نقول توفيق من الله، هو يعني شغل حلو، عاشت ايدهم المنظمين مسؤولين الطلاب عليه، والدكاتره اللي محصلين موافقه من عندهم سهلوا لنا الامر. شلون الاقبال عليه؟ والله حلو الاقبال، الطلاب هم يعني انه تعاونهم حلو ويانا، ومستمتعين من يشوفون بضاعتنا وغراضنا. طبعا اليوم الثاني البازار التراثي العراقي، انا كلش سعيده بهاي المبادره الحلوه من العماده. طبعا دائما كليه الصيدله عمادتنا دكتور منذر ما يقصروا يعني من الناحيه الفعاليات، ناحيه البازارات. اليوم كان كلش حلو وفعاليات مختلفه اكثر من البارحه. البارحه كانت بدايتنا، يعني كلش مستمتعين، وان شاء الله يعني تشوفون هسه اكيد بالتصوير شلون البازار حلو والطلاب متونسه، واتمنى ان شاء الله بازارات اكثر بعد. صباح الخير. صباح النور. شلون كان اليوم الثاني على التوالي للبازار؟ يوم حلو لطيف. الاقبال عليه لطيف وزين، والاقبال زين، هواية طلاب يجون حتى من الجامعات البرة. مرحبا. مرحبا. شنو رأيكم لليوم الثاني على البازار؟ البازار هو كل سنة يصير البازار بالجامعة المستنصرية، يشمل تعاون خيري، هاند ميد، مشاريع، دعم مشاريع أيضا. والله البازار كلش لطيف، العميد أيضا متعاون ويانا أنه فاتح لنا المجال أنه بصورة عامة أنه نعرض كل الأشياء والمشاريع بصورة عامة. اليوم كلش كان مرتب، حبيت المكان لأنه صار بنص أشجار وظل، وهاي أحسن من البارحة. البارحة كان بالحديقة وصار حارة وهاي، فاليوم أنا حبيت أكثر اليوم الثاني، حسيته مرتب أكثر. شنو رأيك بالبازار لليوم الثاني على التوالي؟ دي البازار الأشياء ما تكلش لطيفة. الأشياء اللي عجبتني هناك أكثر شيء سوى في الهاند ميد، خصوصا الميداليات. أنا أحب الميداليات، كل ما أشوف شيء أشتري. نعم. والسوارات عجبتنا. أوه، هاي جبتها من البازار دين. أيه. و... الأكل حلو، أكل طيب.